أخبار اليوم. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات علم الأحياء. وفي حلقة اليوم نتناول تفصيليا نموذج من نماذج امتحانات الثانوية العامة وكيفية الإجابة عليه. البداية مع هذا النموذج أننا نعلم أنه يحتوي على 5 أسئلة، والمطلوب هو فقط الإجابة عن 4 أسئلة، وزمن الإجابة 3 ساعات، والدرجة 60 درجة. يفضل طبعا أن احنا نجاوب الـ5 أسئلة ونراعي الفترة الزمنية لكل سؤال. تعال نشوف مع بعض السؤال الأولاني بيقول إيه. اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي واكتب فقط الكلمات المختارة في كراسة الإجابة. جميع الكائنات الحية التالية تتكاثر جنسيا عدا، طبعا أسماك العظمية تتكاثر جنسيا، والبرمائيات والطيور تتكاثر جنسيا، تبقى الإسفنجيات تتكاثر بالتبرعم وهو صورة من صور التكاثر اللاجنسي. العبارة الثانية، عظمة الساق الداخلية هي، هل هي القصبة أم الشظية أم الحرقفة أم الترقوة؟ طبعا العظمة الداخلية للساق هي القصبة، لأن الخارجية هي الشظية. في العبارة الثالثة، يحدث الانقسام الميوزي الثاني في حويصلة جراف، بطانة الرحم، قناة فالوب، زراعة الأنسجة، ويقصد بذلك الانقسام الميوزي الثاني لإنتاج البويضة. أكيد هيكون في قناة فالوب، لأن الانقسام الميوزي الأول حدث داخل حويصلة جراف، أما الانقسام الميوزي الثاني فيؤجل إذا كانت هناك حالة إخصاب، فلحظة الإخصاب هي لحظة الانقسام الميوزي الثاني، لذا يطلق عليه بالانقسام المؤجل أو المشروط. في العبارة الرابعة، نسبة الأمشاج التي تحتوي على الجين المميت لفرد هجين هو، هل هو 100% ولا 75% ولا 50% ولا 25%؟ هقول في حالة أن يكون فرد هجين معناه تركيبه الجيني وليكن A capital small، يبقى احتمالات الجين المميت للفرد الهجين أمشاجه هتبقى 50% A capital 50% A small، وبالتالي يبقى نصف الأمشاج، إذن أنا أمام 50%. رقم 5، عندما تصاب بعض سلالات من البكتيريا بفيروس فإنها تفرز إنزيمات قصر ثم إنزيمات ربط أم إنزيمات معدلة ثم إنزيمات بلمرة؟ إنزيمات قصر ثم إنزيمات معدلة، إنزيمات معدلة ثم إنزيمات قصر. الإجابة في العبارة رقم 5، عندما تصاب بعض سلالات من البكتيريا بفيروس فإنها تفرز إنزيمات معدلة ثم إنزيمات القصر. لماذا؟ في الإخطار دال، لأن الأول تحمي نفسها بأنها تفرز الإنزيمات المعدلة، هذه الإنزيمات هي التي تعمل على إضافة مجموعات ميثايل إلى مواقع التعرف وبالتالي تحمي نفسها، فعندما تفرز بعد ذلك إنزيمات القصر لا تتعرف إنزيمات القصر على مواقع التعرف على الدي إن إيه البكتيريا، وبذلك تحمي نفسها من تأثير هذه الإنزيمات. إنما لو عكست وأفرزت إنزيمات القصر الأول ثم الإنزيمات المعدلة، فإنزيمات القصر قد تؤثر على الدي إن إيه البكتيري وتقطع وتحوله إلى قطع عديمة الفائدة وتموت البكتيريا في هذه الحالة. مع الجزئية الأخيرة ورقم 6 من الفقرة الأولى للسؤال الأول، اللي بيقول عدد النيوكليوتيدات لجزيئ الدي ان ايه الذي يتكون من 3 لفات. 3 لفات، احنا عارفين ان اللفة الواحدة بتوجد فيها 10 أزواج من النيوكليوتيدات، بمعنى 10 على كل شريط. اذا لما يكون عندي 3 لفات تبقى الإجابة جيم 60 نيوكليوتيدة، 30 لكل شريط. طيب السؤال الثاني بيقول، ما الفرق بين كل 2 مما يأتي؟ ما الفرق بين الجسم القمي والجسم الأصفر؟ الجسم القمي يوجد في مقدمة رؤوس الحيوانات المنوية، ويحتوي على إنزيم الهيالورينيز الذي يعمل على إذابة جزء من غلاف البويضة فيحدث الإخصاب. أما الجسم الأصفر فيوجد في المبيض بعد تحرر البويضة من حويصلة جراف، والجسم الأصفر يفرز هرمون يسمى هرمون البروجسترون يعمل على إنماء بطانة الرحم استعدادا لاستقبال الجنين ويزيد الإمداد الدموي في بطانة الرحم. ما الفرق بين كل 2 مما يأتي؟ بين ترجمة الـ mRNA في كل من أوليات النواة وحقيقيات النواة. ترجمة الـ mRNA في أوليات النواة نظرا لعدم وجود غشاء نووي فتبدأ الترجمة
أثناء عملية نسخ الـ mRNA. أما في حقيقيات النواة ونظرا لوجود غشاء نووي فلا تبدأ الترجمة إلا بعد الانتهاء من عملية نسخ الـ mRNA وخروجه من ثقوب الغشاء النووي إلى السيتوبلازم لكي تبدأ الترجمة. فالفرق في الموعد متى يبدأ ترجمة كل منهما. في أوليات النواة تبدأ الترجمة أثناء عملية النسخ، بينما في حقيقيات النواة لا تبدأ الترجمة إلا بعد الانتهاء من النسخ. عندنا مسألة بتقول حدث تهجين بين نباتات بازلاء طويلة ذو بذور صفراء مع نبات قصير ذو بذور خضراء، فأعطت النتائج التالية. أما بشوف الأرقام الطلبة بتتخض من الأرقام وتعتقد أننا أمام نمط جديد. بص الأرقام، نباتات طويلة ذو بذور صفراء 400 أو 324، نباتات طويلة ذو بذور خضراء 333، نباتات قصيرة ذو بذور صفراء 322، نباتات قصيرة ذو بذور خضراء 330. خدت بالك ان الارقام دي تكاد تكون قريبة من بعضها، فهي اقرب ان تكون كنسبة واحد لواحد لواحد لواحد. فده بيفكرني باننا امام نمط وراثي تمثل سيادة تامة، ولكنه تتبع القانون الثاني المندل حيث يتم دراسة زوجين من الصفات المتقابلة او بيطلق عليها الصفات الاليل ومورفية. تعال نمثل الكلام ده لان السؤال بيقول فسر ذلك على اسس وراثية موضحا نمط الوراثة. نمط الوراثة هي سيادة تامة تتبع اي قانون؟ تتبع القانون الثاني، وتحديدا هي اقرب للتلقيح الاختباري. تعال نشوف تتحل المسألة دي ازاي. مهم جدا خلي بالنا من النتائج اللي بتطلع. النبات اللي هو طويل وازهاره بتكون صفراء، بذوره بتكون صفراء، والنبات الاخر نبات قصير والبذور بتاعته بذور خضراء. نبات الطويل تي كابتل تي سمول، ليه بقى؟ علشان ده هجين، واصفر واي كابتل واي سمول، ده التركيب الجيني لنبات طويل وبذوره صفراء. اما النبات القصير تي سمول تي سمول واي سمول واي سمول، لان القصر صفه متنحيه واللون الاخضر في البذور ايضا صفه متنحيه، والمتنحي دائما نقي. في عندي كم احتمال هنا؟ عندي اربع احتمالات، تي كابتل واي كابتل، تي كابتل واي سمول، تي سمول واي كابتل، تي سمول واي سمول. بينما في هذا الجيل او في هذه الامشاج لا يوجد سوى احتمال واحد اللي هي تي سمول واي سمول. الاتحادات، يبقى انا عندي تي كابتل تي سمول واي كابتل واي سمول لو زوجت الامشاج دي مع بعض، وعندي تي كابتل تي سمول واي سمول واي سمول، وعندي تي سمول تي سمول واي كابتل واي سمول، واخيرا تي سمول تي سمول واي سمول واي سمول. لو بصيت على الأربعة هلاقي ده نبات طويل وده طويل وده قصير وده قصير، ومن حيث البذور دي صفراء وديت خضراء ودي صفراء ودي خضراء، وبالتالي النسبة تكاد تكون 25% إلى 25% إلى 25% كنسبة واحد لواحد لواحد لواحد. عشان كده أنا ما بخافش من الأرقام الموجودة عندي في المسألة دي، بالعكس بتأكد لي نمط الوراثة اللي أنا بدرسه. طيب نرجع تاني لورقة الامتحان ونشوف السؤال اللي بيقول وضح بالرسم مراحل إنبات حبة اللقاح والأعضاء التناسلية لنبات الفجير. مراحل انبات حبه اللقاح، لو كانت دي هي حبه اللقاح تبقى الجزء بتاع النواه الانبوبيه هيبتدي يتمدد بهذا الشكل. دي عندي هنا نواه ودي نواه، الاولانيه نواه مولده والثانيه نواه انبوبيه. مع النواه الانبوبيه هتبتدي تضغط اكتر وتتحرك في هذا الاتجاه. طبعا بقت فيه هنا نواتين ذكريتين، هنا النواة دي مش موجودة في الجزء دوت، ولكن أكيد بتكون اتحركت عشان تيجي في هذه المنطقة. يبقى بداية
كم مرحلة دلوقتي؟ دول ثلاث مراحل، كل مرحلة بدرجة. النواة ديت ودي اسمها نواة مولدة، سواء كانت دي أو دي اللي جوه دي، لكن دي ودي اسمها نواة أنبوبية، اللي ابتدت تعمل أنبوبة لقاح، ودي هي النواة الأنبوبية اللي هتتلاشى بعد ذلك. لكن دول اسمهم ايه بقى؟ نواتان ذكريتان. جايين منين؟ جايين من النواة المولدة. الجزء الثاني من الرسم طالب الأعضاء التناسلية لنبات الفجير. إذا كنت برسم الأرشجونيا، فالأرشجونيا تشبه القارورة بهذا الشكل، وجوه هنا في بويضة، يبقى دي بويضة لكن دي أرشجونيا. لو كانت أنسريديا، كلنا عارفين إن أنسريديا موجودة جواها مجموعة خلايا كده، واللي موجود جوه الخلايا سابحات مهدبة. أشاور على واحدة منها أو مجموعة أقول عليها سابحات مهدبة، وأشاور على دي وأقول عليها أنسريديا. يبقى الرسومات اللي بتيجي في ورقة الامتحان الأحياء هي رسومات بسيطة ورسومات سهلة، أهم حاجة فيها أنها تكون كاملة البيانات. قلنا الوقت ما يضيعش في رسم الامتحان، لأنه ده مش مطلوب أن أنا أضيع وقت طويل في رسم هذه الرسومات. تعال نشوف بعد كده. ده كان الجزء الأولاني بتاع السؤال الأولاني بفقراته، وهننتقل بعد ذلك إلى السؤال الثاني.